واحنا المسألة اللي حليناها الأسبوع اللي فات قبل كده كنا بنتكلم على البارامتر استيميشن. بقى عايزين نتكلم على ستيت استيميشن. في البارامتر استيميشن اتكلمنا على الباتش ليست سكور، اتكلمنا على ويتد ليست سكور، اتكلمنا على ستوكاستيك ليست سكور، واتكلمنا على ريكيرسيف ليست سكور. وبعدين انتقلنا للكلام عن الستيت استيميشن من ميجرمنت موديل اللي هو بيبقى عندي زد عباره عن اتش اكس زائد في، فتدي مجموعه من الميجرمنتس اوتبوت ممكن تعتبره اوتبوت يعني، والاكس دي ستيت فيهاش بارامترز هنا، والاتش دي العلاقه اللي هي ممكن نحسبها كاينيماتيكالي ما بين الايه. وشفنا المثال اللي احنا عملنا فيه استيميشن للبوزيشن بتاع جسم ما، ان احنا خدنا ثلاث قراءات وابتدينا انا الخص بس الكلام يعني. طبعا هنا الاكسبكتد فاليو بتاعت الفي ده راندوم نويز وايت نويز، ولما اقول اكسبكتد فاليو معناه اصل المين بتاعه يعني، تمام؟ بس بما انه راندوم فبنقول انه اكسبكتد فاليو. فالاكسبكتد فاليو بتاعته في صفر، والاكسبكتد فاليو بتاعت الفي في الفي ترانسبوز دي عباره عن ار. دي دياجونال الماتريكس، لانه بما انه وايت نويز يبقى ما فيش كوريليشن بتوين القيم اللي عند الديفرنت تايم، تمام؟ وبعدين قلنا انه لو كان عندي بري استيميت، فالبري استيميت طبعا الترو فاليو هي اكس، انما البري استيميت هي اكس تلدا، فقلنا ان الكوفاريانس بتاع الاكس ماينس اكس تلدا اللي هو الكوفاريانس بتاعت الايرور في البري استيميت سميناها ام، هنا ترانسبوز بس. تمام؟ وبعدين اخترنا الكوست فانكشن، ان انا عايز احسب ما في مثلا بتكلم في الاوبتيمال كنترول، انت بتبقى عايز تمينيمايز سيرتن كوست فانكشن، ممكن يكون لها علاقه بالانرجي، لها علاقه بالكنترول اكشن، لها علاقه بالستيتس، لها علاقه بالاوتبوت، فانت بتكون سيرتن كوست فانكشن. هنا نفس الكلام، انا عندي كوست فانكشن عاده بنختارها كوادراتيك لانها بتمثل الانرجي، سواء الانرجي اللي في الايرور او الانرجي في الستيت او الانرجي بتاعت الانبوت، لان الانرجي معروف انها دايما بتبقى كوادراتيك غالبا يعني. فاخترنا الجي عباره عن نص، هنا اكس ماينس اكس تلدا في ام، بعمل ويتنج بالام، واتفقنا ان الويتنج ولا بالام انفرس، تمام؟ وهنا في اكس ماينس اكس تلدا ترانسبوز زائد بالنسبه للايرور اللي في من الداينامكس الديناميك موديل ده، طبعا الكوفاريانس بتاعت النويز ار، فهنا برضو اخترنا هنا دي زد ماينس اتش اكس مضروبه في ار انفرس في زد ماينس اتش اكس ترانسبوز، وحسبنا اما بارشال جي بارشال اكس او دلتا جي، فحسبنا دلتا جي اللي طلعت دلتا اكس ترانسبوز مضروبه في هنا في ام انفرس في اكس ماينس اكس تلدا ناقص اتش ترانسبوز في ار انفرس زد ماينس اتش اكس. كل الكلام ده، وطبعا قلنا ان المفروض ان الدلتا لو كان ماكسيمم او مينيمم، فالمفروض انه بيبقى اما البارشال جي بارشال اكس بصفر، او ممكن اقول هنا ان الدلتا جي ان الدلتا جي المفروض تكون بصفر، وبالتالي يبقى لاي دلتا اكس
ومن هنا يطلع ان الترم ده هو اللي بصفر. تمام؟ وخدنا ده سويناه بالصفر وطلعنا منه اكس هات. انا عندي اكس دي ترو فاليو اللي انا ما اعرفهاش. والاكس تلدا ده بري استيميت، يعني كاني كنت عامل استيميشن او فورد استيميشن قبل الميجرمنت. وبعدين اكس هات ده الاستيميشن بعد الايه؟ بعد الميجرمنت. تمام؟ واللي هو عباره عن طلع هنا بي في اتش ترانسبوز ار انفرس مضروبه في زد ماينس كام؟ طلعت اذا كام دي حد فاكر ورانا؟ مثالي ماينس اتش اكس، بس انا مش فاكر يعني. ماينس اكس اعتقد هي اكس تلدا كده. تمام؟ انا نسيت وانتوا ناسيين برضو. تمام؟ انتوا اخباركم ايه؟ كويسين الحمد لله. بس دي اهم حاجه يعني، الدنيا كويسه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وياما تبقى جميله والشغل فيها ممتاز، والواحد خلاص ايه يعني بينسى بقى الاكل والحاجات دي، عنده كده روحه فيها سمو يعني. فدي حاجات كويسه ان شاء الله يعني. انا اظن هي كده يعني. ودي سميناها كي، اعتقد دي سميناها كي. وبعدين من ضمن الاشياء اللي احنا قدرنا برضه في وسط الدريفيشن كده، جبنا اكسبريشن للبي انفرس اللي هو كان عبارة عن ام انفرس زائد اعتقد كده اتش اتش في ار انفرس اتش ترانسبوز، يمكن اظن كده هنا اتش ترانسبوز ار انفرس اتش. عشانكم انتوا شايفين يعني بالنسبه لكم كويس خلاص. تمام؟ انا كويس الحمد لله، ماشيه بفضل الله يعني. الترم ده كوادراتيك، يعني اتش ترانسبوز اتش، اكس ترانسبوز اكس، ايا كانت قيمتها موجبه ولا سالبه، لانها اكس تربيع يعني، وبالتالي هي بوستيف ديفينيت دايما طبعا، لانها ماتريكس ما بقولش انها بوستيف، بقول بوستيف ديفينيت. تمام؟ وتعرفنا على البوستيف ديفينيت واحنا بنتكلم على ليابنوف لو تفتكروا يعني. فالتجربه ده دايما بوستيف، وبالتالي الام انفرس مجموع عليها تيرم بوستيف، فيبقى البي انفرس اكيد اكبر من الام انفرس، لان ده عباره عن ده زائد حاجه والحاجه دي بوستيف، فيبقى اكيد ده اكبر من ده. وبعدين لو يعني نقول ايه، لو جبنا الانفكس بتاع الكلام، يبقى معناها ان البي اصغر من ام. والام ده كان الكوفاريانس بتاعت الايرور قبل الميجرمنت، والبي الكوفاريانس بتاعت الايرور اللي احنا طلبنا اثباته بعد الايرور. حد عمل فيه حاجه؟ محدش وصل فيه حاجه؟ تحت امرك. نأجل ايه؟ نأجله لغايه امتى؟ يعني بس عشان يبقى تاني يوم رمضان. تاني يوم رمضان لما نعمل فيه، مثلا الميد تيرم ولا حاجه، ده هيبقى جميل جدا. يعني تتكلم في اساينمنت يا راجل، بقول لك في ميد تيرم في تاني يوم رمضان، تقول لي ماشي. انما طيب هنتكلم في الموضوع. واضح ان انتوا يعني حاولتوا بس فيه مشاكل، ولا ما حاولتوش؟ بس عشان ابقى فاهم يعني. يعني في مشاكل، ما احنا لو ما حولناش برضه يبقى في مشاكل، خليتنا ما نحاولش يعني. في مشاكل، تمام. طيب. هو كان ايه الموضوع يا عم، يا مستر محمد، صديقي محمد نوفل الرجل العظيم ده؟
تعالى ناخد المعادلة دي هنعمل pre multiply by p و post multiply by m. ماشي محمد هشام؟ محمد هشام صح ولا انا غلطان؟ محمد هشام. انا في ناس برضو لسه مش فاكر اسمائها او يعني مش يعني عارفها كويس، مثلا باشمهندس انا صديقي وعارفه كل حاجه بس احنا ننسى الاسم يعني. محمد سيد. محمد سيد الرجل العظيم ده، واللي جنب محمد حسن مجدي فتحي. اه تمام. واللي جنب محمد حسن برضو مصطفى محمد حلمي اعتقد بيتر حاجه كده صح، ونورهان والله العظيم تمام يا فندم، ومحمد حسن ومحمود والبشمهندسة انا مش شايفها كويس عشان الكمامة برضو بس قالت ايه بقى منها. اهلا وسهلا. طيب طيب لو ضربنا الكلام ده هنا في عملنا كده يعني، فطبعا لما اضرب بي في بي انفرس تديني بي، وبعدين هضربها بوست مطبلاي بي في بي انفرس تدي يونت ماتريكس اسف، وبعد اضرب في ام تديني ام، يبقى الكلام ده نتيجته ايه؟ ان ام هتساوي، وبعدين هنا لما هضرب في ام يبقى ام انفرس في ام يونت ماتريكس، واضرب في بي تبقى هنا ده بي صح، يبقى هنا بيساوي بي. زائد هنا بقى هنضرب بي في اتش ترانسبوز في ار انفرس في اتش في ام صح الكلام كده؟ يبقى هنا بي في اتش ترانسبوز في ار انفرس في اتش في ام. متهيألي كلام جميل يعني، نخلي الام في طرف والبي في طرف، بس احنا هنحسب البي. فلو خليت البي في طرف يبقى هي دي لوحدها كده ده بي اهو، وبعدين يبقى كأن ده راح هناك بالنقص مش كده ولا ايه، وبعدين هنا هيطلع لي في هنا والام دي لوحدها، خلي بالك ده هو كي بي اتش ترانسبوز ار انفرس هو كي تمام. فيبقى عندنا هنا هيبقى في اي بس هتروح هناك بالنيجاتيف، تبقى ماينس كي اتش مضروبه في ام. تمام كده يا شباب؟ ليه؟ ما انا دي هي دي في مكانها وده راح هناك بالنيجاتيف، بس انا كتبتهم دي هنا ودي هنا. مش عارف مين الباشمهندس ماشي كام؟ فهذه واحدة. الثانية احنا كنا عايزين نثبت ايه؟ اتفضل. نعم؟ ماشي كلام والله. لا بس في لو في خطأ ولا حاجة انا لا لا مفيش خطأ اصلا، كان ليه؟ واحنا يعني جايبين البي بدلالة حاجة جواها بي اصلا. يعني طالما ما عملناش حاجه غلط خلاص. بس خلي بالك هنا الكي ده الكي هنا يعني المعادله دي اللي هي بتاعت الابديتنج او بتاع البريدكشن او بتاع الاستيميشن مش كده، فانت بتضرب الكي في الفرق ما بين الزد، انت قست زد وعندك هنا ايش، فممكن اصلا زي ما عملنا في الريكيرس بليست سكوير تبدا تفرضها يعني بدايه لو عايز تبقى سريع يعني. يعني مش لازم التزام حرفي بالكلام، انما عايزين نوصل للي احنا كنا عايزين نثبته اللي هو ايه، ان الاكسبكتد فاليو بتاعت الاي في الاي ترانسبوز بتساوي حاجه شيء الشيء ده هو بي. عايزين نثبت الكلام ده ان البي هي الاكسبكتد فاليو بتاعت الاي في الاي ترانسبوز. طبعا الاي هي الاكس ماينس اكس هات تمام يا فندم. الاكس ماينس اكس هات دي ممكن تجمع لها اكس تلدة
وتطرح منها اكس تلدن، صح كده؟ عملناش حاجة يعني. وبعدين عملت حاجة غلط، مساي صح كده، تمام. فلو خدنا هنا اكس ماينس اكس تلدا، وخدنا هنا، خلي بالك انا في عندي اكس هات واكس تلدا، انا هجيب هنا اكس هات ماينس اكس تلدا وهساوي الكلام ده، تمام كده. فهنا عندي هنا اكس ماينس اكس تلدا، وبعدين هنا في اكس هات، ايه المانع ان انا اخليها ماينس؟ مفيش مانع يعني، تبقى ماينس اكس هات ماينس اكس تلدا. وبعدين يبقى ده اكس ماينس اكس تلدا ماينس اكس هات ماينس اكس تلدا، اللي هو ده اللي هو كي في الزد في اتش ماينس اكس ايه تلدا. يبقى ده ماينس كي في الزد ماينس اتش ايه في اكس تلدا. الزد هو ده، فين الزد؟ راح زد اهو. يعني لو رجعني، لو في حاجه تمام، لو في حاجه وارد يعني، احنا نحن بشر، والبشر يعني طبيعته انه في خطا يعني وارد، تمام. يا باشمهندس يوسف، يا باشمهندس محمد، هشام، بمشي الكلام يعني، تمام. طيب هيبقى ده اكس ماينس اكس تلدا ماينس كي الزد اللي هو اتش اكس زائد في. يبقى عندي هنا اتش اكس، عايز تخليها بلس ونقلب الاشاره جوه، مفيش مشكله يعني، نعملها خاطرك يعني. ماينس كي في زد اللي هو اتش اكس زائد في، ناقص اتش، انا اسف، طبعا طبعا دي انا كتبت زد بس. يا سلام، كلكم عظماء والله. ماينس اتش اكس ايه اكس تلدا، صح كده يا شباب. نعمل ايه بقى؟ خلي بالك هنا في اتش اكس وهنا في اتش اكس تلدا، يعني ممكن يبقى هنا في اكس ماينس اكس تلدا وهنا في اكس ماينس اكس تلدا. نحاول نقرب الكلام من بعضه يعني كده. وبالتالي لو انت قلت ده، طبعا انا اسف، هنا ايه، انا لسه في الاي مش كده ولا ايه؟ انا لسه في الاي، يبقى لازال الاي بتساوي ده اكس ماينس اكس تلدا، هقول هنا زائد والله ناقص زي ما هي ناقص هنا اتش اكس ماينس اكس تلدا زائد في. يبقى هنا في كي مش كده؟ في كي اتش مضروبه في اكس ماينس اكس تلدا زائد في، ويبقى ده عباره عن اكس ماينس اكس تلدا، وهنا في اكس ماينس اكس تلدا بس ماينس كي اتش، فيبقى هنا كانه في اي، لان ده فيكتور، الاكس فيكتور والاكس تلدا فيكتور، يبقى ده اي ماينس كي اتش مضروبه في اكس ماينس اكس تلدا اللي ماينس كي اتش في الكلام ده، وبعدين هنا ماينس كي في. تمام يا شباب؟ جاست بس انا جبت اكسبريشن للاي علشان بعد كده تعالى نحسب الاكسبكتد فاليو بتاعت الاي في الاي ترانسبوز. انت وانت بتكتب بقى ممكن تلقى من المعادلات، وانا بعوض من دي في دي وبتاع يعني عشان تبقى تتذكر الكلام يعني، تمام. طبعا احنا اتفقنا بنتعامل مع وايت نويز، صحيح الاكس ماينس اكس تلدا كان ليها كوفاريانس
والكوفاريانس بتاعها كان ام بس ما هياش كوريليتد مع الفي. فانا لما اجي احسب الاي في الاي ترانسبوز هيبقى عندي في ترم هنا. خلينا في الترم ده ولا خلينا في الترم ده؟ خلينا في الترم ده. ما هو اي هجيب الاي في الاي ترانسبوز هاخد كل ده ترانسبوز. مش عايز اكتبها بس عشان ايه هتبقى طويله بس واضحه يعني تمام. فهيبقى عندنا هنا هيبقى ده عباره عن اي ماينس كي اتش في ام في اي ماينس كي اتش ترانسبوز. ليه؟ لانه الاكسبكتد فاليو بتاع الكوفاريانس ده هيبقى ده ده مضيوف الترانسبوز بتاعه اللي اتفقنا ان هو ام تمام. وطبعا الترانسبوز بتاعت الاي في برضو ايه اي ماينس كي اتش ده ترانسبوز. بالنسبه للترم ده ترانسبوز واضحه ولا اكتبها لوحدها كده؟ ده اول ترم. ما انا لسه هجمع عليه بقى تمام. هي دي زائد ولا نقص؟ اعتقد ديت زائد ولا نقص اكيد يعني. طيب انا يعني متهيألي انها زائد بس يمكن انا غلطت في النص بس يعني هنمشيها ونبقى نرجعها تاني. بالنسبه للكي في يعني الكي في سهله نكتبها عشان مش كبيره زي التاني. يعني انا عندي كي في في الترانسبوز بتاعها هتبقى في ترانسبوز في الكي ترانسبوز تمام. ده لما اخد الاكسبكتد فاليو بتاع ده طبعا ده مش راندوم ده ديترمينستك فهو هيساوي الكي في الاكسبكتد فاليو بتاعت الفي في الفي ترانسبوز اللي هو ار تمام كده في الكي في الكي تي. ده بالنسبه للترم ده الترم الثاني ده اللي جاي من اي ترانسبوز. وبالتالي ده هيبقى عباره عن ماينس قلنا ايه هيبقى ده عباره عن ماينس كي بلاش ماينس هنا مش كاتب هنا ماينس كي في الار في كي ترانسبوز. يا سلام كي في الار في الكي ترانسبوز. نعم تبقى بلس. لا معايا اساتذه مش اي حد يعني ناس قاعده زي الفل كلهم طبعا مش بتكلم على اللي اتكلموا بس كل الناس. ممكن واحد يبقى ساكت بس مخبي حاجات مش عايز يقولها. خلي بالك هنا فين هنا هنا ده بي يبقى ده بي صح الكلام كده. يبقى دي هتساوي بي التجمع ده هو بي. لا هو مش كورليتد. والكلام ده لو كان في كورليشن بتوين النويز اللي هو الفي والنويز اللي هو بتاع اللي بسميها الايه البري استيميت لاكس تلدا لو كانوا كورليتد يبقى ماخد الاكسبكتيشن بتاعهم يعني الاكسبكتيشن بتاع نكتبها كنوت كده ان الاكسبكتيشن بتاع اكس ماينس اكس ودي كانت برضه مطلوبه اثباتها يعني في الفي بتساوي صفر مفيش كورليشن بينهم. انما الفي مع الفي يديني اكسبكتيشن والاكس مع الاكس تدي تمام. ويبقى ده بي في اي الترانسبوز بتاعت الاي هي الاي مش كده ولا ايه؟ والترانسبوز بتاع الكي اتش هتبقى اتش ترانسبوز كي ترانسبوز زائد كي ار كي ترانسبوز. انا لغايه هنا مش هكمل هسيبك انت تكمل بقى بس سهله خالص. ده كل اللي هعمله ان انا هاخد الكي فين تمام. الله ينور يا باشمهندس الله. الكي اللي هي بي اتش ترانسبوز ار انفرس هنشيل الكي اسيب بقى دي تعويضه سهله. هتشيل الكيهات اللي هنا دي وتعوض عنها لت كي هتساوي بي اتش ترانسبوز ار انفرس. عوض هنا هيطلع لي ان ده هيساوي بي فقط يعني.
هي بتبقى عايزة بس زي ما تقول ايه يعني طول البال كده، واحد ايه ما يكونش مستعجل وهو بيصحح برضه مش مستعجل ان شاء الله، او بيصحح ان شاء الله يا رب ان شاء الله، ربنا يبلغنا رمضان جميعا ان شاء الله، ربنا يتقبل مننا جميعا. فهذا هذا امر. طبعا ما فيش مانع ان احنا عشان برضه الشباب احنا بندردش مع بعض، يعني الدردشه مش محتاجه يعني نوع من انواع اللي نسميها يعني لا حياء في العلم، اللي مش فاهم يقول، واللي عنده تعقيب يقول، واللي الكورس مثلا مضايقه يقول، يعني مفيش اي مشكله يعني، فنتكلم يعني، لانه الهدف مش ان احنا نقعد نغلس على بعض، يعني الهدف ان احنا نتعلم من بعض، وعمليه التعلم يعني في الاتجاهين يعني. فانا طبعا كان في الاثبات الثاني نفس الطريقه كده، هتستخدم العلاقات نفسها، وبس كانت الفكره المهمه هنا كان فكرتين، الفكره الاولى انك تجيب العلاقه دي، ودي من العلاقه دي طلعت لنا فصل اللحمه كده، والفكره الثانيه انك تعبر عن الايرور بالشكل ده، تمام؟ فلو انا قدرت اعبر عن الايرور بالشكل ده هتبقى الدنيا سهله. طبعا من الجائز انك تمشي في سكه ثانيه وتوصلك، وارد يعني، بس احنا بنقول بنحاول نشوف اقصر الطرق. هناخد مثال ان شاء الله يكون مثال طيب كده، بس انا لو مش محتاجين السبوره اللي هناك هودي الحاجات دي كده. حد محتاج السبوره يا شباب؟ ابندكس ممكن نخليك انت تكتب الابندكس بخط ايدك، بس ما نحطش فيها مسائل محلوله. لو حد كتب ابندكس وعملها كده سوفت كوبي ولا حاجه يعني يبقى كويس، يبعتها لي حتى، تمام؟ الابندكس هيكون فيها ايه؟ ما فيهاش اكتر من اللي انا هقوله ان شاء الله يعني. يعني فيها العلاقه بتاعت الويتد ليست سكوير الى الباتش ليست سكوير. الويتد ليست سكوير مفيش مانع يكتب الدبليو كمان بيساوي كام يعني. الريكيرسيف ليست سكوير او الاستوكاستيك ليست سكوير، يعني اكتب الاكسبريشن فقط. لان انا مش هطلب منك اثبات في المحاضره يعني في الامتحان. والريكيرسيف ليست سكوير في ثلاث معادلات. تمام؟ مفيش مانع مثلا في مثال زي ده، احنا خدنا عليه مثال ده المره اللي فاتت، ومفيش مانع نكتب برضو اي علاقات كده يعني تستعين بيها في الايه وبخط الايد. ولو حد كتبها سوفت كوبي يبقى هندعي له ان شاء الله يعني. واذا طبعا ده في المرحله الحاليه، وبعدين ان شاء الله كل من نتقدم شويه وهنبقى محتاجين علاقات تانية هنضيفها باذن الله تعالى يعني. حاضر. ما انا مش عارف سكشن بيبقى شكله ازاي يعني، انا يعني اعمل ايه عشان يبقى سكشن؟ انا مثلا المره اللي فاتت حليت مثال يعني، انت قول لي اصلا يمكن مش ناسي برضو انا مش يعني يعني انت اكيد في انت عايز حد اصغر مني شويه مثلا. لا ما فيش مشكله والله، انا مش زعلان يعني. اصغر سنا يعني، ممكن يكون اصغر مني سنا بس اعلم مني. حضرتك كنت بتدي الباشمهندسه مثلا ورق كده بتحلنا منه، تمام؟ حضرتك تجيب لنا الورق ده بقى كده واحنا هندي السكشن لنفسنا. حاضر حاضر والله، اجيب لكم ورق، حاضر اجيب لكم مسائل محلوله قدر المستطاع، ونقعد نتكلم. احنا برضه عايزين نتعلم، انا عارف ان انتم شطار بتعرفوا تعلموا نفسكم، بس برضه كلامنا مع بعض ماشي. يعني هي ممكن يكون مفيد احتمال يعني، تمام. فانا هاخد مثال، المثال ده هكتبه ان شاء الله يعني، هكتب الاستيتمنت بتاعته وابعته لكم باذن الله تعالى، مثلا في كورس وورك 2 او 3 مش مسمينها كام يعني. أول مسألة إن أنا حاضر يا فندم، حاضر والله، حاضر حاضر حاضر. يعني هو في انطباع جالي كده إن الناس مستصعبين الأمور شوية يعني، بس هو والله سهل إن شاء الله أمانة يعني، إن شاء الله سهل يعني. يعني هو نظر يعني أنا أظن إن هو أسهل من الكورس بتاع النون لينير. لأنه كورس النون لينير فيه شوية فيزياء، أنا بتعمد أدرسه ليه الحقيقة كورس النون لينير فعلاً، لانه من وجهه نظري في الكونسيبت بتاعت الداينامكس والسيستمز، الواحد يفهم الاستابيليتي ويفهم الداينامكس بتاع السيستمز،
فبتبقى فيها تجميعة كده. ده الهدف الرئيسي منه. انه هو ممكن يكون فيه كلام برضو الى حد ما صعب نسبيا يعني. الكلام هنا سهل والله، بس يمكن الحتة بتاعت النويز هي اللي بتخلي الناس نويزي. فبتزعلهم يعني مننا يعني. اتفضل يا فندم. احنا يعني هو سؤال مش واخد الكورس. لا كنا بينير الترم اللي فات بعد ما خلصنا الكورس بنحاول كده نفتكر تاني كده ايه اللي استفدناه او ايه اللي ممكن نطبقه منه. ما حسيتناش ان في حاجات كتير غير مثلا ليميت سايكل، وان احنا في ليميت سايكل عارف ده. لا طبعا انا مش عايز اتكلم في النون لينير دلوقتي، بس هو الكلام ان السيستم احنا اتفقنا من البدايه ان السيستمز اصلا هي نون لينير. وانت لما تتعامل مع طياره على سبيل المثال في المشروع ما تعملش معاها لينير، هتلينيرايز، يبقى احنا ما عملناش حاجه لانك انت مش هتشوف الحقيقه. تمام. وبالتالي مسائل الاستابيليتي وخلافه والبرفورمانس والتايم ريسبونس كل الكلام ده مش هتلاقيه يعني واضح. طب انا قبل ما اقول المثال هقول حاجه كده ما اعرفش قلتها يمكن ولا ما قلتهاش. لو كنت قلتها قولوا لي انت قلتها قبل كده عشان ما اكررش نفسي يعني. انما مثلا في اللينير سيستم دي نوت يعني، بس نوت مهمه انا برضه هقولها لان احتاجها يعني، بس يعني اذا كان فيها تكرار يبقى نقول بلاش فاهمين الحته دي. لو انا عندي سيستم كونتينوس سيستم اكس دوت عباره عن اي اكس زائد البي في اليو، ده لينير سيستم، والواي بتساوي سي اكس. يعني انا مش بتكلم عن الواي دلوقتي، بس انا بتكلم على الستيتس. هفترض ان سيستم ما كانش فيه فورسنج انبوت ولا فيه فورسنج، يلا تمام. انا عايز اجيب الحل بتاعت المعادله دي، عايزين نحلها يعني، عايزين نحسب اكس اوف تي بينها ستيت ترانزيشن ماتريكس وليه حركه، وفي كمان حاجه ثانيه فيها في اليوم. كان عايز ديسكريتايز مثلا، خليني كان عايز ديسكريتايز السيستم. تمام. فابسط طريقه من وجهه نظري ناس لابلاس ترانسفورم ممكن، وطرق ثانيه كثيره ممكن، بس ابسط طريقه من وجهه نظري ان انا هاخد المعادله، بتكلم عن المعادله دي، هضرب في e to the minus at الطرفين، هيطلع لي هنا e to the minus at x dot بتساوي e to the minus at ax زائد e to the minus at bu. خلي بالك ان e to the minus at دي ماتريكس، فلازم الاوردر بتاع الضرب يبقى لو انا جبت ده الطرف التالي هنا يبقى ده e to the minus at x dot ماينس اي تو ذا ماينس اي تي اي اكس هتساوي اي تو ذا ماينس اي تي بي يو. معلش هانتجريت الطرفين، هانتجريت من تي نود دلتا تي لتي، وين هانتجريت من تي نود لتي دلتا تي. بس قبل ما انتجريت في الحقيقه كنت المفروض اقول ان الترم ده هو دي باي دي تي لاي تو ذا ماينس اي تي اكس، فيبقى الانتجريشن لانه اما جه فاضل ده هيبقى اي تو ذا ماينس اي تي مضروبه في اكس دوت زائد تفاضل ده، تفاضل ده باي باي اي اس ماينس اي تي. حاضر تمام. هو خلي بالك ان الاي بس كانوت كده خارجيه يعني، دي نوت على نوت اي اس اي تي. اي اس اي تي هي اي زائد اي تي زائد اي سكوير تي سكوير على فاكتوريال الاثنين وهكذا. تمام. ففي الحقيقه الاي اس اي تي مضروبه في اي هي نفسها اي اس اي، يعني هما كوميوت، لانك انت لو ضربت ده بالايه من هنا او ضربتها من هنا هيطلع نفس النتيجه. تمام كده. فهي الاي اي اي اس اي تي هي نفسها اي اس اي تي في الايه، فده كايه يعني كملاحظه كده عامه كده. تمام. وبعدين فيبقى ده عباره عن اي تو ذا ماينس اي تي لما اجي افاضلها يبقى ده في تفاضل ده، يبقى ده في اكس دوت زائد
التفاضل ده اللي هو هيبقى ماينس تبقى زائد هتبقى ناقص اي يقص ماينس اي تي في اكس. فيبقى الترم ده هو الكلام ده. وطبعا ايه ونحط الايه نحط علامه التكامل. فيبقى عندنا هنا برضه التكامل من تي نود لتي هتساوي هنا دلتا تي عباره عن هنخلي ده زي ما هو كده. بس طبعا ده تكامل ليميتد من تي نود لتي. فايه المانع ان انا اكتبه اي اس ماينس اي تاو بي؟ اذا كانت البي فانكشن في التايم هيبقى بي اوف تاو. اليو فانكشن في التي هقول يو اوف تاو دلتا تاو. لانه التكامل من تي نود لتي. تحت امرك يا باشمهندس. ماشي الكلام يعني. هل في كلام؟ مفيش تعقيب على الكلام ده. طيب بالنسبه لده طبعا في تكامل وتفاضل يلغوا بعض، يبقى انا هعوض بس بحدود التكامل. فيبقى كان ده عباره عن اي اس ماينس اي تي اكس اوف تي ناقص اي اس ماينس اي تي نود، صح الكلام كده؟ اكس اوف تي نود. في اي اعتراض هنا؟ طب ده هنخليه زي ما هو تكامل من تي نود لتي اي اس ماينس اي تاو بي يو اوف تاو دلتا تاو. هودي ده الطرف الثاني ده بالنقص ده ودي زائد واضرب في اي اس اي تي. يبقى نعمل خطوتين في خطوه عشان نختصر الكتابه. يعني التاجم بتاع اي اس ماينس اي تي نود ده في اكس اوف تي نود هوديه الطرف الثاني في الرايت هاند سايد واضرب المعادله كلها في اي اس اي تي. فلما اضرب ده في اي اس اي تي هيطلع لنا اكس اوف تي. يبقى عندنا اكس اوف تي بتساوي اي اس اي تي ماينس تي نود اكس اوف تي نود، صح كده؟ ما هو ده راح هناك وهضربه في اي اس اي تي. هيبقى اي اس اي تي مضروبه في اي اس اي ماينس اي تي نود، يبقى اي تي ماينس تي نود اللي هو الترمينال في اكس اوف تي نود. وهنا هيبقى التكامل من تي نود لتي اي اس اي تي ماينس تاو. يعني ده هيتضرب في اي اس اي تي وفي هنا اي اس ماينس اي تاو، تبقى الاي مشترك تي ماينس تاو في البي يو اوف تاو دلتا تاو. وده السوليوشن بتاع الستيت سبيس موديل كونتينوس طبعا، بس لو كان السيستم لينير. لو كان السيستم لينير، اصل انا بتكلم على اللينير لينير، يعني انا هعوز الكلام ده صحيح، بس انا برضه قلت فرصه اقوله دلوقتي. ليه؟ لانه في الحقيقه الكلام ده لا ينطبق على اللينير كمان تايم فيريانت. يعني لو كانت الاي والبي والسي فانكشن في التايم الكلام ده مش مظبوط. في علاقه كده اسمها بيانو بيكر بتاع ميثود عشان تحسب الريسبونس بتاع اللينير سيستم بس تايم فيريانت. فيبقى هذا الاكسبريشن صالح فقط لللينير تايم انفيريانت سيستم. طبعا لو كان السيستم نون لينير بندخل بقى في القصه بتاعت كان اشار اليها الدكتور هيثم، في حاجه اسمها كرونولوجيكال كالكولس، عشان تطلع اكسبريشن بيبقى انفينيت سيريز سوليوشن. فهو لو انت بتحسب سوليوشن بتاع لينير سيستم مختلف تماما عن لينير تايم فارينج، مختلف تماما عن كان نون لينير. وبالتالي لو انت بتعامل مع، يعني ده مش بكلمك على الاستابيليتي، ده انا بتكلم على التايم ريسبونس. لو انا عايز احسبه ايه؟ لو انا عايز احسبه اناليتيكال يعني. فيعني هذه نوت مهمه واضحه، ارجو يعني تكون واضحه، ان ده الاكسبريشن ده لازم يكون عارف الاسامبشنز بتاعته انه سيستم لينير وتايم انفيريانت. اذروايز الكلام ده ما يتنفسش. تمام؟ طيب افرض بقى انا عايز احسب. حاضر اتفضل. انت بتكمل دلتا تاو؟ بتكمل لتاو بس. طبعا تمام، بس انا حطيت الاكسبريشن الصوره المتفق عليها. تمام؟
يعني عشان مش مختلف عن الناس يعني. يعني تفتح اي كتاب كده في الاستيس بيس موديلنج هتلاقي ان القانون هو ده. افرض انا عايز احسب السيستم كديسكريت، احنا كنا بنتكلم على ديجيتال سيستم. فلو بتكلم على ديجيتال سيستم تعال نخلي التي نود دي كي تي وكده كاونتر 0 1 2 وهخلي التي عباره عن كي تي زائد تي تمام. فيبقى اكس اوف تي هو اكس اوف كي بلس 1 في تي، بس مش هنكتب التي يعني كابيتال تي مش هنكتبها لان المفروض ان هي دي سامبلنج بيريد تمام. فهكتبها اكس اوف كي بلس 1 يعني بالتعويض هنا هيطلع لي ده اكس اوف كي بلس 1 عباره عن هنا اي اس اي كي تي زائد تي ماينس كي تي، كي تي زائد تي ماينس كي تي يطلع اي اس اي اي تي مش كده ولا ايه؟ يطلع هنا ده اي اس اي تي ماشي واضحه؟ ده كي تي زائد تي وده ماينس كي تي، يبقى كي تي زائد تي ماينس كي تي تطلع تي كابيتال تي تمام؟ فيبقى اي اس اي تي مضروبه في يو اوف تي اكس تي نود يبقى يو اوف كي. انا اسف اكس انا اسف لا مظبوط شكرا تمام. ما اعرفش انا شايفها يو ليه يعني الكلام برضه ربنا يستر تمام. وبعدين هنا بقى التكامل ده في الحقيقه يعني محتاج بس شويه سمبليفيكيشن مش عايز اقعد اتكلم عنها كتير عشان ما اضيعش فيها وقت، انما مجرد انا اقدر بحول لما احط هنا كي تي زائد تي ماينس تاو وبعدين اخد تي ماينس تاو اسميها سيجما ويطلع لي ده كي تي ماينس سيجما وبعدين اخدها اسميها لندا. يعني بقعد اعمل التحولات كده بحيث ان انا عايز احول التكامل ده مش من تي نود لتي، عايز احوله من صفر لتي. فدي بنقدر نعملها يعني، بس يعني اختصارا للوقت وللكلام هذا الكلام تستطيع انك انت تقول لي ده عباره عن تكامل من صفر لكابيتال تي. لو انت معاك الكتاب بتاع فيليبس اند ناجل بتاع ديجيتال كنترول لو كنت بتاخده منه في الترم الاول ولا خدته من اي كتاب؟ اوجاتا. لا كتاب فيليبس اند ناجل ما انا مش متاكد اوجاتا فيه ولا لا، بس كتاب فيليبس اند ناجل هتلاقيه في شابتر 4 انه يحول ده الى ديجيتال سيستم كده تمام. فهنا التكامل من صفر لتي بتاع فاي اوف تي لا تي كابيتال كده تي ماينس تاو بي يو اوف تاو دلتا تاو ويبقى هو ده. طبعا لو انا بقى ايه يعني عايز اخليه دي ديجيتال بجد يعني هقول والله ان في الديجيتال سيستم انه بستخدم زيرو اوردر هولد فبتوين السامبلز بيبقى سيجنال كونستانت، فانا ممكن اطلع اليو دي هتبقى يو اوف كي يعني دي ممكن اكتبها دي بس لوحدها اكتبها تحت كده يبقى التكامل من صفر لتي فاي اوف تي ماينس تاو بي دلتا تاو يبقى كان هي دي البي بتاعه الديسكريت مضروبه في يو اوف كي على اساس ان انا مستخدم زيرو اوردر هولد، وزيرو اوردر هولد معناه انه السيجنال بتوين السامبلز بتبقى كونستانت ويبقى ده كان هو الايه بتاعت مين ده اخونا ده وكان ده مش عارف اسميها ايه بقى سميها حاجه تانية هسميها فاي كي يعني الاي بتاع الديجيتال عشان بس ابقى حريص يعني ما لخبطهاش مع الاي بتاعت الكونتينوس هسميها لان هي فعلا الفاي اللي هي الستيت ترانزيشن ماتريكس عباره عن اي اس اي تي. خلي بالك هنا فاي اوف تي هو اي اس اي تي فيبقى هنا اما اسمي دي فاي كي تمشي الكلام بس موضوع في اكس كي تبقى فاي يعني الاي بتاعت الديسكريت عباره عن كام؟ هي الاي اس اي تي بس تشيل سمول تي وتعوض عنها كابيتال تي خلاص يعني. البي فيها تكامل بس برضه احنا بنقعد نعمل شويه حاجات كده عشان ما نعملش التكامل بس مش هو ده وقتها يعني مش وقتها ان احنا نقعد نتكلم عنها انما اقصد يعني هذا التكامل استطيع ايضا ان انا ايه؟ الغيه احسبها بطريقه اخرى يعني. فخلاصه الكلام انك انت يا باشمهندس يوسف مساله انك انت تقول انا خدنا نون لينير فينا نعمل بيه ايه؟ لا ما انت مش هتعمل بيه دلوقتي بس يمكن هتعمل بيه بعدين يعني
يعني هو كونسبت انت بتتعلمه هتحتاجه انت، انت لما تتخرج ان شاء الله هتشتغل. مش ده قصدي. اه طبعا. هو يعني هو فتح ابواب وشوف حاجات الناس بنشوفها. الحمد لله كويس الحمد لله بس تمام. هل بقى الابلكيشن الحقيقه بيستخدموه ازاي كده مع انت؟ ما انا قلت لك المثال البسيط جدا، انت في الكورس اي كورس يعني سواء استراكشر او بروفالشن او بتاع ممكن تعمل انيجاليشن وتشتغل على اللينير موديل. لما تيجي تشتغل في المشروع مش المفروض تشتغل على اللينير موديل، المفروض تشتغل على النون لينير موديل. انما ممكن اعمل لينيرايزيشن عشان اتعرف على الكاركترستكس على السيستم، ولو عملت كنترول على اللينير موديل وبعدين طبعا هيطلع كويس مع اللينير موديل، بس لما اجي اطبقه على اللينير موديل ممكن يطلع كويس وارد وممكن لا، وبالتالي هيبقى ساعتها ان النون لينير محتاج للنون لينير كنترول. شو قال ليه؟ محتاج له ادابتف كنترول مثلا، محتاج تغير حاجات. والله هي دي القصه. ما احنا بنكمل يعني، احنا بس يمكن زي ما تقول ايه يعني ما دخلناش بعمق لسه في الموضوع، انما بنكمل بحيث ان احنا ممكن نتعامل مع النون لينير سيستم ونتعامل معاه بالادابتف كنترول، وده بالتاكيد هيحصل في الفلايت ميكانكس مثلا. مش هتقدر تتعامل، انت هيبقى عندك كام فلايت كونديشن مفيش كنترول واحد يمشي معاهم، هتضطر تعمل كنترول متغير، تغير اي طريقه بقى، تعمله جين سكيدولينج، تعمله سيلف تيوننج، وهتضطر يعني. هو لا في الواقع الدنيا نون لينير، وهي يعني وهي نون لينير كويسه يعني. يعني هو عمليه مش هي نون لينير معناها انها وحشه، ده هي عشان تؤدي المهمه بتاعتها فبتبقى نون لينير، لان نون لينير مش هتؤدي المهمه المطلوبه منها يعني. دكتور امال ايه اصلا حاجه دلوقتي على طول يعني على مدى الزمن دلوقتي في اي دي؟ لا ما هو في اي دي كان الدكتور هيثم اتكلم عن الجزئيه ديت، وطبعا انا برضه كان في الدكتور خالد عبد المتجلي وده برضه كان راجل من عظماء القسم يعني، وبرضه اشتغل في بوينج وكان يعني واخد مركز كبير في بوينج وبيشتغل، بس بيشتغلوا في في اي دي يعني نسميه انتليجنت في اي دي يعني. لا مش البي اي دي بتاعنا يعني هو بي اي دي، لا اصل الكونسيبت بتاع البي اي دي ايه؟ انك انت بروفورشنال الكنترول اكشن، فانت بتاخد الايرور تضربه في جين، فكانك انت ودي بريزنت ستيت يعني الاي اوف تي تضرب في كي، فيبقى انا واخد البريزنت ستيت في اطوار يعني، وبعدين الديفرنشيتور ده فيه بريدكشن للايرور، يعني كانك بتتوقع الايرور في المستقبل تمام؟ فبتاخد برضه الديريفاتيف بتاعت الايرور، يبقى كانك انت برضه بتشوف هو الايرور بيزيد ولا الايرور بيقل، شنو ولا ايه؟ فبرضه يبقى كانك بتتكلم على المستقبل. والانتجريتور ده بتتعامل على الماضي، لان الانتجريتور بياخد الاريا تحت الكيرف، والاريا دي لها علاقه بالهيستوري بتاع السيجنال. فلما باخد البي اي دي كنترولر في الحقيقه هو واخد في اعتباره الايرور الحالي والماضي والمتوقع، وده الاصل يعني. بس هما لما اتكلموا عن اللاج والليد، هو في الحقيقه لما تيجي تعمل امبلمنتيشن للكلام ده ما تقدرش تعمل امبلمنتيشن للبي اي دي اي واحده منهم، لو بي لوحدها لا بي ممكن، بي يعني برضه هنفكر فيها، لا يعني مش ممكن غالبا مش ممكن، ولا اي ولا دي لوحدهم او مجتمعين بباسيف اليمنتس، لازم تعملهم باكتيف اليمنت، لازم يكون فيها اوب امب لما تيجي تحول الكنترولر الى تعمل له رياليزيشن او امبلمنتيشن، فانت محتاج اوب امب. طب بفرض ان انا مش عايز استخدم الاوب امب لاي اسباب يعني، الاوب امب الصغير الرخيص مليان نويز ومليان مشاكل، فانت محتاج اوب امب برضه محترم تمام، يعني تمنه بقى يعني ممكن يكون بمئات الدولارات واجد يعني. وبالتالي لو انا مش عايز استخدم اوب امب هستخدم باسيف اليمنتس فقط، هستخدم ريزيستور وكاباستورز. الريزيستور والكاباستورز ما تدينيش انتجريتور لوحده، تدي الانتجريتور معاه زيرو فبيسموه لاج، او ما تدينيش ديفرنشيتور لوحده، يديني ديفرنشيتور معاه بول فنسميه ليد. يعني هو الاصل في الامور ان هو الاصل هو البي اي دي، ثم اذا كنت عايز تمبلمنت الكترونيك سيركت يعني فيها اوب امب هتقدر تعمل بي اي دي. مش عايز تستخدم الالكترونيك سيركت تستخدم اوب امب، هتستخدم باسيف اليمنتس ريزيستنس وكاباستور، هيبقى لاج وليد تمام. فهي القصه انه يعني ده وجهه نظر برضه يعني، ما هيش سبب وحيد يعني.
تمام. فهي الفكره ان الدي او دي هو الكونسبت اللي ماشي مع اللوجيك يعني. مجموعه جينز كده انت تقعد تظبطها كده، حتى لو يكون عندك مثلا راديو قديم ولا حاجات زي كده، في مجموعه مفاتيح كده تقعد تعملها تيوننج. وفي الحقيقه التيوننج ده بتعمل بتظبط جينز، كانك بتظبط الفريكوانسي الفلتر مش عارف ايه كده يعني. هي جه اتفضل يا باشمهندس. تمام مظبوط. ما انا يمكن قلتها بطريقه مختلفه، قلت انه لو انتليجنت ممكن يخليه يستخدم بي اي دي، بس في نوع من انواع الاوبتمايزيشن يستخدم جينيتك الجوز مثلا، عشان مثلا يخليه ادابتف بي اي دي وارد مش كده ولا ايه؟ فهو بي اي دي بس فيه يعني فكر. واصل برضه انت بتتكلم على حاجه، هو طبعا ما بيتكلمش على الفايتر كرافت الدكتور هيثم، هو بيتكلم على الكارجو وبيتكلم على الكونفنشنال الكرافتس. انما في الحاجات الفايتر لازم ما تبقاش ستيبل قوي، لازم تبقى فيها انستابيليتي عشان تبقى في مانوفر والاسرع. والاستابيليتي عكس المانوفرابيليتي على طول. عايز تبقى ستيبل قوي يبقى انت هتحركها بباور عالي قوي مش كده ولا ايه؟ مفيش منطق يعني، مفيش خلاف يعني في هذا. وبالتالي في الفايتر اير كرافتس ممكن تبقى الدنيا مختلفه. هو انا اظن كان كلامه مش على الكونفنشنال اير كرافت، كان بيتكلم على او العكس يعني، يعني استخدام البي اي دي والحاجات دي في الكونفنشنال اير كرافت. تمام. فنعود الى المثال اللي انا كنت ناوي اقوله، اللي اتفضل. هو انا قلتها لسببين، انا كنت ناوي اقولها بس في مرحله متقدمه شويه، بس لما سالني يوسف قلت اقولها. بس انا لما اجي اتكلم على كلمن فلتر ان شاء الله يعني هبقى محتاج الكلام ده. تمام. فقلت اقوله بالمره وهيبقى يعني دوكيومنتد معانا وهنحتاجه باذن الله تعالى، لان انا هتكلم برضو على كلمن فلتر ديجيتال مش كونتينيوس مش انالوج يعني. تمام. بس يعني ناخذه مثالا سريعا كده برضه يؤكد على المعنى، علشان برضه انتوا قلتوا عايزين سكشن، وانا يعني برضه هشوف لكم مسائل محلوله وابعتها لكم، وبرضه نحل مسائل مع بعض عشان نفكر مع بعض يعني. تمام. هنقول بسم الله. البشمهندسه مريم كانت بتقول لي يعني، ولا انا اسف مش البشمهندسه نورهان كانت بتقول لي انه لا المساله نعرف نفهمها يعني، هو ايه الموضوع ايه المطلوب صح كده، حاجه بالمعنى ده يعني. فالمساله سهله يعني ان انا هقولها، لان انا بقول عندي سنسور او عندي تو سنسورز تمام بيقيسوا نفس السيجنال، بس كل سنسور عليه نويز طبعا بكاركترستكس مختلف عن التاني. تمام. فعايزين نعمل اكسبريشن للايه للميجرمنت، عايز ما نسميه عشان نسميها ترو فاليو، نسميها الاستيميتد فاليو. ما احنا وصلش للترو يعني، توصل للترو اون ذا افريج. تمام. فانا لو عندي تو سنسورز ده اكزامبل، فانا هقول مثلا ان اول سنسور لان عليه نويز فوالي هو بيقيس اكس، بس هو القراءه بتاعته هسميها اكس 1 هتبقى عباره عن اكس زائد في 1. تمام. السنسور الثاني هيقرا لي اكس هسميها انا اكس 2، هي برضه اكس بس زائد في 2. وممكن تجنرالايز الكلام لو كان عندك اكتر من تو سنسورز، بس نفس الفكره يعني. تمام. فلو انا مثلا عايز استيميت اكس، فاقول اكس هتبقى عباره عن اديهم ويتس، هدي ويت لاكس 1 وهدي ويت ل خليها اي 1 بقى، ويت تاني لايه لاكس 2. طبعا يعني من ضمن اللي جيفن ان الاكسبكتد فاليو بتاع في 1 صفر،
يعني هو في نويز بس المين بتاعه بصفر. والاكسبكتد فاليو بتاعت الفي 2 برضه بصفر كمين. والاكسبكتد فاليو بتاعت الاكس هسميها ام مثلا كانها هي المين. تمام. فلو انا قلت الاكسبكتد فاليو بتاع الكلام ده اكسبكتد فاليو اوف اكس هات هنا ال A1 هتبقى A1 ده ويت في الاكسبكتد فاليو بتاعت ال X1 اللي هي الاكسبكتد فاليو بتاعت ال X تبقى M زائد الاكسبكتد فاليو بتاعت ال V1 اللي هي بصفر. ماشي الكلام كده؟ زائد A2 نفس الكلام اكسبكتد فاليو بتاعت هنا طبعا دي M برضه المفروض انها M يعني. تمام. ويبقى ده A2M وتبقى دي معادلة. انا عايز اجيب الويتس يعني عندي تو سنسورز بيقيسوا نفس الحاجة ودي بتحصل كتير جدا. يعني انت عندك يعني اكتر من سنسور في اماكن متعددة عشان تقيس لانك انت مش دايما بتقيس مباشرة. انت ما تقدرش مثلا تحط سنسور مثلا جوه الكومبوشن تشيمبر وتعايز تقيس درجة الحرارة شو ممكن؟ هتقطع في مكان تاني. تمام؟ والمكان التاني ده يبقى قريب بعيد له علاقة يعني بالتمبريتشر بطريقة ما يعني. ما تقدرش تقطع مثلا في نيوكلير رياكتور في يعني تمام؟ في أشياء يعني ما تقدرش تقيس فيها مباشرة. أنت مضطر إنك تستيميت. المعادلة دي هتديني إن A1 بلس A2 بتساوي 1. كلام متوقع. شغل ليه؟ طيب فهذه واحدة. وبعدين عايزين نجيب الكوفاريانس بتاعت الايرور. فانا هجيب الاكسبكتد فاليو اوف المعادلة دي بس كده. هنا في ام وهنا ام خدت ام مشترك. تمام. يعني المعادلة دي لو خدت ام مشترك تحتهم بس. فلو خد لو انا حسبت طبعا هي دي سكيلر بس انا هكتبها كانها سكيلر يعني. يعني مثلا اكسبكتد فاليو بتاع x1 ماينس m في x x1 ماينس m ترانسبوز برضو ممكن نخليها كده نشوف الترانسبوز بتاعها. فهنا هي المفروض ال A1 في ال X1 يعني انا هجيب ال expected value بتاعت ال X1 اللي هو ال error ال M هو المين ويبقى عندي هنا دي خليها المفروض تبقى X minus M وهنا زائد A2 في X برضو اعتقد لو كنت بقى X1 و X2 كل سكوير وخلي دي X1 يعني انا كان بجيب الكوفاريانس بتاعت الايرور بس انا عندي هنا تو سنسورز فالاولاني ماينس الام اللي هي المين فاليو وهنا الثاني ماينس الايه اللي هو المفروض انه الاكسبكتد فاليو بتاعه الفي 1 في الفي 1 ترانسبوز وبرضه الاكسبكتد فاليو بتاعه الفي 2 في الفي 2 ترانسبوز او العكس يعني ده سكيلر فممكن اقول ده سيجما 1 سكوير وده سيجما 2 سكوير ليه دي هنا المفروض ان انا X1 لو انت حسبت الايرور هنا هيبقى عبارة عن ال X1 ده هيبقى عبارة عن يا سيدي X1 ماينس المين يعني بتاعه اللي هو يعتبر ال V1 تمام فانا بجيب
المفروض كذا والله. نعم الايرور اكس ماينس اكس بس خليه اكس ماينس المين يعني. خليه اكس ماينس المين. بس انا بجيب كلنا على حدة. اصوم السنسور واحد بيس الاثنين. ده سنسور لكل واحدة. فكل واحدة فيها ايرور. تمام؟ فلو انت حبيت تحسب الايرور هنا مثلا. لو حبيت تحسب الايرور هنا. فهقول هنا ان الايرور في اكس ون هيبقى عبارة عن المفروض ان هو اكس ون ماينس مين. تمام؟ وممكن تعبر عنه ب اكس 1 ده اعتقد كده يعني. واضح انها مش واضحه قوي يعني. اذا حبيت تكتبها كده يا عم يعني ده اي اكس 1 وده اي اكس 2 وبعدين ده اي 1 في ام وده اي 2 في ام. طيب نعم ده المفروض الكوفاريانس بتاعت الايرور. انا هنا جبت المين بتاعت ال بجيب مين بتاع هنا المفروض بحسب الكوفاريانس اوف الايرور ان اكس 1 واكس 2. فماشي انا هنظبطها يعني. يعني المفروض ان احنا لو قلنا اكس ايرور هتساوي اكس هات. هحاول بس اثبتها يعني. اكس ايرور ماينس اكس هات. وبالتالي وبس انا لو كتبتها بالطريقه دي هتبقى صعبة في الحساب شوية نسبيا. لان اكس هات هتبقى عبارة عن اي 1 اكس 1 زائد اي 2 اكس 2 وبعدين نعوض عن اكس 1 واكس 2 يبقى اي 1 في اكس زائد في زائد اي في 1. صح الكلام كده؟ زائد اي 1 في 1 وهنا زائد A2 في X2 اللي هي هنا تبقى عبارة عن AX برضو صح كده؟ ماينس A A2 في V2 بلس أنا آسف بلس ماشي وماينس X كمان وماينس X كمان مظبوط يا مستر. يعني ممكن تعملها كده بس هتديني هنا في اي اكس 1 هنا في اي في 1 وهنا في اي في 2 كان ده هو كانه عباره عن اي 1 دكتور. المعادله اللي فوق دي هي اللي فوق بالظبط والله. يعني المعادله في القوس هي ايه؟ انهي قوس اللي هو ده؟ المعادله اللي هي دي؟ ممكن كده والله. انت جدع يا راجل ده جدع. اي 1 في ام يعني انا هشيل الاكس دي زائد اي 2 اكس ماينس اكس اللي هي انت قلت ايه بقى؟ حضرتك كان فكيت ان الاكس هي ام كانها ام فخليناها بدل ما اي 1 في ام بلس اي 2 في ام تمشي يعني؟ على اساس ان ايه 1 زائد ايه 2 واحد ولا ايه؟ يعني لو كتبتها كده يوسف ايه 1 زائد ايه 2 صح كده؟ في ام فيبقى ده ايه 1 في ام تمشي. والله ده انت اجدع مني يا يوسف. مش انت بس يعني كلكم اجدع مني. وكمان كل الشباب يعني. طيب فنجي هنا ما هو الفاريانس تجيب الايرور سكوير او الكوفاريانس. السكوير ده على الايرور مش على الايرور جوه. يخش كمان هنا بعد يعني ده مش الاكسبكتد فاليو سكوير ده اللي جوه
تمام. انا بس بشك في نفسي يعني، فان اي حد اي حد بيقول لي حاجه برتعش على طول تمام. نعم. يعني هنا في براكت كده؟ ايوه. والتربيع كده؟ ايوه. لا 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 لا، والله انا متهيألي انا اللي صح يا اساس ان في قوس هنا يعني. ده خلاص ماشي. خلاص ماشي. لا ماشي. شكرا يا اسامه. انت كمان اجدع مني يا اسامه. وانت كمان يا محمود برضه. تمام؟ طيب. طبعا هو نظريا ما فيش كورليشن ما بين ده وده. ده سنسور وده سنسور. وبالتالي تقدر تقول ان الكوفاريانس ده هيساوي هنا ايه؟ ان الكوفاريانس بتاع الايرور احنا سميناه ايه اوف اكس، خلاص صح كده؟ اكس ايه؟ اكس اي هتساوي A1 سكوير في سيجما 1 سكوير، صح كده يا شباب؟ زائد A2 سكوير في سيجما 2 سكوير. ما هو لما تفك ده سكوير في ده في ده، ده في ده مالوش صفر، انما ده لوحده اللي هو النويز بتاعه هيبقى سيجما 1 سكوير. وطبعا A1 سكوير وهنا A2 سيجما 2 سكوير. وبعدين عايزين نحسب الـ A1 والـ A2 هنا such that ان الكوفاريانس يبقى مينيمم، لان انت كل ما بتمينيمايز السيجما كل ما بتبقى هي اقرب انها تبقى ديترمينستيك، وكل ما السيجما بتكبر كلها تبقى ايه. فانا هفاضل الكوفاريانس بارشال سيجما 1 مثلا، ولا انا فاضل بالنسبه لايه؟ انا عايز اجيب A1 و A2 مش كده ولا ايه؟ انا اللي اتلخبطت ليه؟ انا في حاجه غلط عندي ولا حاجه؟ هفاضل بالنسبه لـ A1 وده ممكن اخليه هنا A1 سكوير سيجما 1 سكوير زائد ده 1 ماينس A1 سكوير، صح الكلام؟ يجوز؟ انا مش متأكد. هو A2 يبقى 1 ماينس A1، خليها A2، خليها A2، بس انا بفضل جزء الـ A1 لازم اخليها 1 ماينس A1 اللي هو A2 كل سكوير سيجما 2 سكوير. يعني الدنيا لخبطت شوية. فاضل بالنسبة لـ A1 يبقى هنا 2 A1 سيجما 1 سكوير، وبعدين هنا في تفاضل ده سيجما 2 سكوير، فيطلع لنا هنا 2 في 1 ماينس A1 في تفاضل بالنسبة لـ A1 يبقى هنا في ماينس في سيجما 2 سكوير، وبعدين صح كده يا شباب؟ وبعدين سويها بالصفر. يا رب تكون صح ان شاء الله. حل دي سيجما 1 وسيجما 2. انا اجمعهم معلش. ما تستعجلش عليا يا يوسف. انت جدع بس ما تستعجلش عليا. عشان ما ابوظ الدنيا. انا مبوظ الدنيا اصلا. في حاجة غلط. انا عايز احسب A1. يبقى انا عندي هنا. خلي بالك اتنين، الاتنين مش مشكلة نشيل الاتنين، صح كده؟ هنا في اتنين هنا في اتنين، يبقى انا عندي هنا A1 في سيجما 1 سكوير، وبعدين هنا في ماينس ماينس تبقى بلس، يبقى بلس سيجما 2 سكوير بتساوي ايه بقى؟ ماينس اتنين، ما هتروح هناك بس هتبقى اتنين، واحنا شلنا الاتنين اصلا. سيجما 2 سيجما 2 سكوير. يا سلام، معلش لخبطت مني شوية. يبقى هنا الـ A1 عبارة عن سيجما 2 سكوير على سيجما 1 سكوير زائد سيجما 2 سكوير. لو عوضت في المعادلة بتاعت الـ A2
هتطلع بقى عن سيجما 1 سكوير على سيجما 1 سكوير زائد سيجما 2 سكوير. تلاحظ هنا انه لو كانت السيجما 2 اكبر، لو كانت السيجما 2 اكبر لمعناها الانسرتينيتي في الاي في الاكس 2 اكبر، فانا هاخدها بوتا اقل، تمام، وبالتالي واخد لها السيجما 1 سكوير. وفي نفس الوقت بما ان السيجما 2 اكبر يبقى انا المفروض اخد الاكس 1 بويت اكبر كده ولا ايه؟ وبالتالي هنا هيبقى واخدها سيجما 2 سكوير. دي واحده. الحاجه الثانيه، تعالى برضو نحسب الكوفاريانس عشان نطلع منها برضو بالنتيجه اللي احنا قلناها في مرحله من المراحل هنرجع لها. تعالى نحسب الكوفاريانس. الكوفاريانس بتاع اكس اي اللي هو الايجو في الاستيميشن هيساوي اي 1 سكوير، يبقى ده سيجما 1 سكوير على سيجما 1 سكوير، لا اي 1 سكوير اللي هو سيجما 2، سيجما 2 سكوير على سيجما 1 زي سيجما 2، هنا دي سكوير ودي سكوير، الكلام ده كله سكوير، هو اي ده اي 1 وده اي 1 سكوير مضروب في سيجما 1 سكوير زائد اي 2 سكوير اللي هو هيبقى سيجما 1 سكوير على سيجما 1 سكوير زائد سيجما 2 سكوير، كل سكوير مضروبه في سيجما 2 سكوير. طبعا المقام هنا واحد، خلي بالك هنا هيبقى عندي سيجما 2 اس 4 في سيجما 1 تربيع، وهنا في سيجما 1 اس 4 في سيجما 2 تربيع، فاقدر يطلع لي هنا سيجما 1 تربيع سيجما 2 تربيع على سيجما 1 تربيع زائد سيجما 2 تربيع، المفروض الكل تربيع بس في الحقيقه هنا كان في تربيع وهنا كان في سيجما 1 سكوير زائد سيجما 2 سكوير، فالقوس ده يروح مع التربيع هنا فيطلع لي هنا سيجما 1 سكوير سيجما 2 سكوير على سيجما 1 سكوير زائد سيجما 2 دي 2 سكوير. ونقعد نقرا فيها البتاعة دي، ده الكوفاريانس بتاعت الايرور. انا كان عندي سنسور او تو سنسورز، واحد بيقيس وفي راندوم نويز الكاركترستيك بتاعته زيرو مين والستاندرد ديفيشن سيجما 1، والتاني زيرو مين والستاندرد ديفيشن سيجما 2. هو ما فيش شك ان المقدار ده اقل من واحد، صح كده؟ بما ان ده اقل من واحد يبقى الكوفاريانس بتاع الايرور اقل من سيجما، يعني الكوفاريانس بسيجما سكوير، فيبقى اقل من سيجما 1 سكوير لان ده اقل من واحد. ولو خدت ده برضو كده في اعتبارك يعني فهو اقل من واحد برضو، فهو ايضا اقل من سيجما 2 سكوير. يعني السيجما سكوير بتاع الايرور في الاستيميشن لو انا عندي 2 سنسورز كل واحد فيه له ستاندرد ديفيشن، هيبقى الستاندرد ديفيشن بتاع الاستيميشن اقل من الستاندرد ديفيشن بتاع المينيموم بتاعهم. يعني اقدر اقول هنا اذا كان الكوفاريانس ده لو انا سميته سيجما سكوير، فالسيجما سكوير هتبقى اقل من المينيموم اوف سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير. وبالتالي كونك انت يعني ايه اللي خلينا نستخدم 2 سنسورز يعني وانا عندي نويز، يبقى انا اكيد استخدام ال 2 سنسورز هيديني نسميها الستاندرد ديفيشن بتاعت الايرور، تقول الكوفاريانس بتاعت الايرور يجوز يعني هيبقى اقل من كلاهما او اكيد اقل من الاقل منهم. وبالتالي طبعا لو كنت استخدم 3 سنسور بالتاكيد هيبقى افضل لو كان يعني وده اللي احنا قلناه هنا بطريقه قلنا انا طب انا اعمل ايه كده دلوقتي كده ادي دي واحده اهي بسم الالف انا كده احسن. طيب معلش بقى قلتها في مكان بس مش فاكر هو فين. هي دي ان البي اللي هو الكوفاريانس بتاعت الاستيميشن بتاعت الايجو في الاستيميشن هيكون اقل من الكوفاريانس بتاعت البري استيميت الاستيميت السابقه، تمام؟ وده جنرال يعني، وكلما كان يعني
عندك سن ليه المعادلة دي هي نفس الكلام. ممكن عشان الاكسرسايز اللي انا طلبته منكم انا حليته تمام، فممكن نطلب منكم ان انتوا تعملوا الحالة بتاع الثلاثة سنسور نفس المسألة. هيبقى عندي ثلاثة سنسور بيقيس حاجة واحدة بس، فيبقى عندي اكس 1 عبارة عن اكس زائد في 1 واكس 2 عبارة عن اكس زائد في 2 واكس 3 عبارة عن اكس زائد في 3، وطبعا ال اكسبكتد فاليو بتاع في 1 وفي 2 وفي 3 كلهم بصفار مفيش كوريليشن الكلام ده، ونطلع اكسبريشن للكوفاريانس زي ما انا عملت هنا اكسبريشن للكوفاريانس. طبعا شور هيبقى احسن ونطلع الويتس برضو تمام. هما طبعا لو كان ليهم نفس الويت، لو كانت سيجما 1 بتساوي سيجما 2 خلاص هيبقى الويتس نص ونص لان هيبقوا زي بعض يعني. انما اذا كان فيهم واحد ادق من الثاني فيبقى ده اللي احنا بنقول عليه ان انت تاخد الويت بتاعه اكبر تمام في القصه يعني. وهو ما فيش كنترول احنا، بس يعني كانت مشكلتنا دايما او عيبنا يعني، ما احنا عندنا عيوب كثيره يعني، بس احد العيوب بتاعتنا ان احنا دايما نتكلم على الكنترول بدون نويز، انما النويز ده يعني هو الاصل لازم يخص في الاطوار. مفيش كنترول بدون نويز يعني، لازم يكون في تعمل فلتريشن لل اتفضل يا فندم. تمام ما هو انا يعني ما اقدرش اقول ان انا يعني عرفت الترو فاليو بنسبه 100%، بس ممكن ايه الاول كنت اعرفها بنسبه مثلا 50%، لا تعرفها بنسبه 70-80%. المثال اللي احنا حليناه المره اللي فاتت لو تفتكر ان احنا صحيح انا عملت استيميشن لبوزيشن، بس في الحقيقه البوزيشن ده مش هو الترو فاليو، هو اداني معلومه ان النقطه موجوده في الاريا دي. طبعا انت لو كنت بتضرب على طياره مثلا الاجابه ما اعرفش كانت، مش انا فاكر الناس الارقام يعني، بس لو انت كنت بتضرب على طياره يعني ابعدها، ما انت مش هتضرب في نقطه مش كده ليه، فانت الضربه تيجي في اي حته بس ما تبقاش بره يعني. يعني تمام، حتى في الميسايلز دايما هو ما بيضربش، مش لازم يعني مش لازم يضرب الهدف مباشره، هو بس مجرد يقرب منه ويروح منفجر هو هياخد اللي معاه يعني. بتاع ثلاث حاجات وهتبقى حاجة افضل والله. تمام، بس كاكسرسايز يعني. هو كان اتفضل. لا هو الفلترز لا يعني فيها كلام كتير طبعا، احنا ما كناش كنا بنتكلم على الميجرمنت موديل، لسه بقى بنتكلم على الكلمة عشان مش هنخش في الكلام ده بالتفصيل يعني. بس في الفلتر اللي هو كلمة الفلتر هو سيستم لينير، لما سيستم بيبقى نون لينير بتضطر تعمل لينيرايزيشن فبيسموه اكستندد كالمان فلتر. ما انا فاهم لا حسب ما انا فاهم يعني، يعني ارجو ان انا اكون يعني فاهم صح. فهو الفكره انه او يمكن الاسم انا مش متعود عليه احتمال ممكن يعني، بس هي الفكره انه احنا بس حبينا واحنا بنتكلم عن الاستيميشن ندي فكره عن برامتر استيميشن، ندي فكره عن الستيت استيميشن. انا طبعا كان في الخطه دلوقتي كتبنا ورقه غياب، ممكن نكتب بعد اذنكم يعني ورقه حضور، بلاش ورقه غياب، ورقه حضور. ان انا كان يعني انا عايز كنت المفروض النهارده اتكلم كمان في كلمه فلتر، بس انا في الحقيقه يعني خرجنا بقى الموضوع وكلمنا في حاجه تانية عشان ممكن نستكمل الافكار وتبقى واضحه يعني. بس احنا تقريبا بعد ما هنخلص كلمه الفلتر كنا المفروض نخلصه النهارده ان شاء الله. طبعا مفروض بعد ما نخلص كل جزء كده شابتر ده الاستيميشن، مش هنعمل ميد ترم، احنا هنعمل امتحان في الاستيميشن، نتكلم على الكنترولر ديزاين، نعمل نتكلم على الموديل ريفرنس، نعمل امتحان صغير كده يعني. ما هو بروجكت بقى، ما احنا يعني لا ما هو الامتحان اصل الامتحان يعني ضروري برضو عشان انت تتعود عليه يعني، ما انت في الفاينل هتاخد امتحان فانت بتتعرف على الامتحان شكله ايه. وامتحانات سهله، انا ما بجيش امتحانات صعبه يا محمد وانت عارف مش كده. الامتحان بعد الورق اللي حضرتك بعته لنا
لو اكنه كنا عايزين نمتحن يوم الاربع كده ناخد نص ساعه. اه اول يوم معلش تاني يوم يبوظ. ممكن نخليها لحد الجاي ان شاء الله مفيش مشكله يعني، بس علشان ايه احنا مش هنعمل امتحانات طويله، وممكن نعمل امتحان طويل مفيش مانع يعني نجيب مسالتين ثلاثه يعني، بس يعني لا مش يعني عشان عندنا داتا نحط منها عمل السنه، وان شاء الله هنكرمكم وربنا يكرمنا ويكرمكم يعني ان شاء الله. كده الناس كلها تيجي ولا ما انا عايز اشوفهم برضو، ما انا عايز اشوفهم يعني، بس انا الامتحان الهدف الرئيسي ان هو ان احنا يعني لازم يبقى عندنا يعني درجات مش كده ولا ايه؟ هنعمل شيء اساينس خفيفه كده. البروجكت انا لما فكرت فيها ما حبيتش اتقل عليكم والله يعني، لانها تقيله يعني، بس هنختار سيستم بقى ونقعد نتكلم يعني ندخل الدنيا في بعض يعني. انت حاسس انك بتمتحن في جزء وخلاص يعني، هنمتحن في الاستيميشن وننساها ونكمل وهكذا يعني. البروجكت يعني هيبقى مفيد برضه ليه؟ بس البروجكت هيبقى يعني الامتحانات احنا ممكن يعني احنا لو عملنا بروجكت هنعمل امتحانات برضه يعني. احنا متفقين يعني نعمل امتحانات بس نقللها. نعم محمد نفر او محمد هشام لو مفيش امتحان هو احنا ممكن نخلي الموضوع ده الاسايمنتات يعني، مثلا الاسايمنت كويس كده بدل الامتحان يعني هنا الاسايمنت على لا هو الامتحان ضروري اصلا الامتحان ضروري ليه؟ عشان بس يعني عشان احنا نحاول ايه يعني بنحاول يعني حكمنا اكيد مش ده في نويزي احنا برضو كبشر، انما برضو عايز احكم على الواحد مش احكم على المجموعه يعني. انا جروب فيها خمسه سته ما اقدرش اقيمهم تقييم واحد الا بنقعد نمتحنهم بقى ونتكلم معاهم نضيع وقتهم وهم يرفعوا لنا الضغط والعمليه والمسائل يعني. تمام هم كويسين بس يعني احنا الضغط اصلا عالي يعني مش هم اللي يرفعوه يعني. هنمتحن قاعتين انا مش عدد كبير ولا حاجه، احنا 50 واحد تقريبا. 55 انت متاكد؟ انا بعد تبص على الاسماء كده حسيت ان هم مش كتار يعني، حاجه يمكن الناس مسجلتش ولا ايه مش عارف يعني. احنا عندنا 8 بنش، لو 7 في كده البنش في ده في 5 لو تفسعوا نقعد مدربين مش مشكله يعني مش مشكله ان شاء الله يعني. برضه احنا يهمنا الناس تبقى تحافظ على وهيبقى الساعة 2 برضه بعد الظهر في القسم يبقى فاضي. تمام؟ يعني ما اعرفش المواعيد هتبقى ايه؟ يعني الرابعة زي ما تطلع بقى الرابعة. تطلع الساعة 1 1 ونص انا مش فاكر. اتفضل يا باشمهندس. هو دي احنا يعني يعني دي كانت المفروض نشطبها بس. 2 الى تلت تمام ان شاء الله تخلص 12 ونص يبقى هي ساعة وعشرة المحاضرة ساعة وعشرة خلاص ماشي. يبقى احنا نبدأ ان شاء الله 12 ونص بإذن الله وبعدين ما عندناش حاجة بقى نقعد مع بعض ان شاء الله يعني. انا بعد اذنكم لو ما عندكوش مانع لو عندكم مانع خلاص يعني يعني بس ممكن اخد 5 دقايق باشمهندس ممكن اخد 5 دقايق لو ما عندكوش مانع لو سمحت يعني. احنا بس محتاجه ان انا ايه امسح حاجه يعني فاضيه. طب تمام دي نمناها دي مش هنسيبها فاضيه دي تمام برضو علشان هو مجرد والله يعني ارجو ان انتوا تبقى عندكم ثقه فيا يعني لان احنا بس مجرد بنقرط على الكلام مش اكتر من كده يعني. جايب بفك بتاع مفتاح بلدي كده وبنقرط على المسامير يعني مش اكتر من كده يعني عشان لما بتفك ممكن الدنيا تبقى. برضه احنا كنا بنتكلم على في المساله بتاعت الستيت سبيس لو انا عندي جيفن السيستم
اكس دوت عباره عن اي اكس زائد البي في اليو، والواي عباره عن سي في الاكس. فالمساله بتاعت الكنترول ما فيش نويز، دي مساله ديترمينستك. فلو اخترنا اليو عباره عن ماينس كي في الاكس يبقى ده سيستم، وده هنسميه الكنترول لو، ويبقى الكلوزد لوب. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هيبقى الكلوزد لوب انه هيبقى الاكس دوت عباره عن اي ماينس بي كي في اكس، وبعدين هنقول ان الكاركترستيك ايكويشن بتاعه الكلوزد لوب هتبقى مثلا لاندا اي ماينس اي ماينس بي كي. فانت في المساله بتاعه البول بليسمنت بتختار مجموعه من البولز وتحل المعادله دي عشان تحسب كي. حساب الكي له طرق عديده، ابسطها واسهلها لانها كلوزد فورم سوليوشن بتاع اكرمن فورمولا. فبيطلع لنا اكرمن كي عباره عن اصفار كده، وبعدين في الاخر واحد، وبعدين هنا الكنترولابيليتي ماتريكس اللي هي بي اي بي، وبعدين لغايه اي اس ان ماينس 1 بي انفرس في فاي سي اوف اي، حيث فاي سي اوف اي دي هي دي اللي هي الديزايرد كاركترستيك بولينوميال بتاع السيستم. يعني انا عايز البولز تبقى موجوده، عايز الديزاين كنترولر ساتش ذات ان البولز بتاعت الكلوزد لوب سيستم تقع هنا. طالما انت محدد البولز تقدر تطلع البولينوميال بتاعتهم، تمام؟ فهذه معلومه. يعني انا لو فرضت ان الفاي سي دي لا فاي سي، لا دي مش فاي سي اوف ايه، دي فاي سي اوف لندا، مش كده؟ ففاي سي اوف لندا لو كانت بتساوي مثلا لندا اس ان زائد الفا واحد لندا اس ان ناقص واحد وهكذا لغايه الفا ان ماينس واحد لندا زائد الفا ان، فهتبقى الفاي سي اوف ايه هتبقى ايه اس ان زائد الفا واحد اي اس ان ناقص واحد وهكذا لغايه الفا ان ناقص واحد اي زائد الفا ان في اي. يعني فاي سي اوف اي ان انا عندي الكاركترستيك ديزايرد كاركترستيك بولينوميال بتاع السيستم، بنشيل اللندا او نشيل الاس، يعني ممكن نسميها اس او لندا، ونحط مكانها ايه ونحسبها، وتبقى خلاص يبقى انا حسبت الجين بالطريقه دي. انما في طرق ثانيه كثيره، يعني مجرد بس ان احنا بن ايه بنلخص القضية دي. طب افرض ان احنا كنا بنتكلم على الاستيميشن بتاعت السجن او الستيتس بس في وجود نويز. انا ما عنديش نويز، فلما اجي انا هعمل لو انا بقيس الاوتبوت بس ما بقيس الستيتس، فبتعمل اوبزرفر ديزاين او استيميتور، هسميه ستيت استيميتور، انا بحب اسميه كده افضل يعني، انما هو استيميتور او ستيت استيميشن whatever يعني. طب هناخد افرض ان هسمي الستيت اللي انا عايز استيميت هسميها كيو مثلا، يعني هسميها كيو. فانا هكتب معادله للكيو، هقول كيو دوت هتساوي اي كيو زائد بي فيو. يعني كل اللي انا عملته ان انا بصيت على شكل السيستم، فقلت طب مختار استيميتور شكله شكل السيستم ده، وانا عارف الاي والبي، تمام كده. بس في الحقيقه دي الحاجات دي ما بتنفعش لسبب، لان انت لو جيت بدون ما ادخل في التفاصيل بقى، لو حسبت الايرور في الاستيميشن هتلاقيه بيعتمد على الاي. طب ما هو الاي ده ممكن يكون السيستم انستيبل اصلا ان شاء الله ايه، فيبقى الايرور هيبقى انستيبل وكمان ويروح لما نهايه مش هيوصل للترو ستيتس. وممكن كمان يبقى الاستيبل بس انت في الحقيقه هو الاستيميتور بيحل محل السنسور. المفروض ان انت عندك دايما ثلاثه حاجات اساسيه في السيستم كنترول سيستم، في البروسيس وفي الاكشويتر وفي السنسور. اسرع حاجه السنسور، ثم الاكشويتر، ثم البروسيس. بس انت بتبقى عارف البروسيس، انت اللي عارف البروسيس، فبختار الاكشويتر بناء على اسرع منها، ولا مش هيلحق يغير في الديناميكس بتاعتها. وبعدين اختار السنسور لانه الاكشويتر بياخد الداتا من السنسور، فلازم السنسور يبقى اسرع من الاكشويتر، فدايما السنسور هو الاسرع حاجه. انا بالنسبه لي السنسور هو الاستيميتور، فما ينفعش الداينامكس بتاعته تبقى ليها علاقه بالايه.
لانه هيبقى بنفس البطء بتاع السيستم. تمام؟ فبيقترحوا ان هم يقول لك لا تعال حط هنا كي كده بنفس الفكره اللي احنا كنا عملناها في الـ. احط هنا الواي ميجرد لانه بيت الواي ماينس واي استيميتد. الاستيميتد ستيت يعني ممكن اسميها اكس هات. ورايح دماغنا من ايه؟ انا اسف يعني اكس هات. تمام؟ خليها اكس هات. هي الاستيميتد الاكس هات تو ستيتس والاكس هات هي الاستيميتد ستيت. لما طبعا ده هيبقى واي ماينس خلي بالك ان الواي هنا عباره عن سي في الاكس فيبقى ده عباره عن سي في اكس استيميتد برضه. لما بنجيب هنا الايرور ده باختصار شديد يعني اللي هو تعريفه عباره عن اكس ماينس اكس هات وبعدين احاول اجيب الايرور دوت هيبقى اكس دوت ماينس اكس هات دوت وبعدين اعوض بالاكس دوت والاكس هات دوت من هنا ومن هنا فهلاقي ان الايرور دوت هيطلع اي ماينس كي اي في السي في الايرور. هو من غير الكي اي ده كان الايرور عباره عن ايه في دوت عباره عن ايه في الاي. فالديناميكس بتاعت الايرور هي نفس الديناميكس بتاع السيستم. وانا قلت لك السيستم ممكن يكون انستابل والاي ممكن تكون البطيئه فانت عايز تخلي السنسور اسرع عشان كده حطينا الكي اي في الواي ويطلع الديناميكس كده. فطبعا خلي بالك هنا شوف السيستم اي ماينس بي كي خلي بالك الكي هنا المجهول انما الاي والبي معلومه. خلي بالك هنا بقى انا بس دي الديناميكس بتاعت الستيت دي الديناميكس بتاعت الايرور بتاعت الايه بتاعت فهنا برضه ده معلوم والسي معلوم بس الكي اي هو الايه هو الوم. خلي بالك من الترتيب يعني فبيطلع بنتكلم على حاجه بيسموها الدواليتي بروبلم لانك انت لو عملت ترانسبوز للمعادلات دي فلما تحسب الكنترولابيلتي كانك حسبت الاوبزرفابيلتي ولما تحسب الاوبزرفابيلتي كانك حسبت الكنترولابيلتي وبالتالي انا ممكن احسب الكي اي بنفس المعادله دي بس اخد الترانسبوز بتاعها بس هفترض برضه داينامكس للايرور بس هسميها فاي اي ديت فاي اي طبعا لازم اختار البولز بتاعه الداينامكس بتاعه الايرور اسرع من السيستم يعني اذا كنت انا اخترت هنا فاي لندا تمام فمثلا اخترت مثلا بول عند مثلا واحد افترض يعني في الايرور او في الاوبزرفر اختار البولز بتاعته عند واحد على اربعه واحد على خمسه عشان يبقى مش انا اسف مش البول التايم كونستنت انا اسف التايم كونستنت يعني هنا ده كمثال يعني لو كان هنا في تايم كونستنت بتاعت الكنترولر بواحد سكند اختار هنا التايم كونستنت بتاعت الاوبزرفر بايه؟ بربع بخمس عشان يبقى اسرع ولا ايه؟ انما طبعا ده معناه ان البول هيبقى اكبر لان التايم كونستنت لما يبقى واحد على اربعه هيبقى البول عند اربعه او ماينس اربعه تمام؟ فهنختار الفاي اي وكل اللي هيحصل ان انا هعمل ترانسبوز خلي بالك الكي دي رو صح اقول طبعا والاي دي عباره عن ان في ان والبي دي عباره عن ان في واحد الكي عباره عن واحد في ان شغله فالكده عباره عن رو انما الكي دي فيكتور كولوم جنرال يعني لا ماليش دعوه انا مش هقول ده حد اما تمام بس اقفله بس عشان ما يوجعش دماغنا خد يا عم بقى هتبقى فاي اي اوف اي الاوبزرفابيلتي ماتريكس دي الكنترولابيلتي ماتريكس هنا سي سي اي لغايه سي اي اس ان ماينس واحد انفرس في صفر صفر في الاخر واحد ده من البرنسبل اوف دواليتي انه في ده باختصار شديد هو اللي بيع ايه القصه ده لو انا بعمل اوبزرفر عادي يعني سيستم مش عليه نويز اول ما يبقى هنا في نويز هنا بقى في دبليو نويز وهنا بقى في في يبقى ما بعملش ستيت استيميشن بعمل كلمه فلتر تمام هو برضه الهدف منه ان استيميت الستيتس بس الستيتس عليها نويز يبقى هذا الكلام لو ما كانش فيه لا ديستربنس نويز على السيستم وعلى الداينامكس ولا نويز على الميجرمنت تمام لما يبقى في نويز على الميجرمنت نويز على السيستم يبقى بتكلم على كلمه فلتر لو انا ما عنديش نويز
المسألة التقليدية دي يبقى نتكلم على ستيت استيميتر وخلاص يعني. وأنا آسف للإطالة، سامحوني يعني، شكراً.